ويتمنى قبل من اي حاجه كنقول لك يتمنى راك كتفرج معنا في تريبيل حنا ودادي تنوقع ودادي كبير ملي كان في رئيس محمدي راه في الرئاسه كيجي تفكر في الوداد خويا هذه المرحله ديال ايتمنى لان علاش ايتمنى من الناس اللي غيخدموا الوداد كيفاش بالماده وحتى الوداد راه برزق راه ما يقولوش لان تابعنا كوب ديمو سقاعات كبيره ولكن السيد باغي الوداد الخرجه ديال الاخيره برهن بانه باغي الوداد وباغي ما بغاش يطيح في الاخطاء اللي طاحوا فيها الرؤساء القدام باغي قال لهم عطوني 6 اشهر باش نرجع فرقه الوداد كبير ومثبت باغي عموته وباغي بزاف الحوايج هادشي كلشي غيخدم مصالح الوداد وحنا مع عموته من هذا المنبر يقول حنا كودادي بعد انا مع عمو انا مع ايتمنى لانه رئيس سيد شبع الفلوس وسيد بخير وسيد ودادي وغيكون الخير وهادشي كاع على هذا العام اللي داز راه في ايجابيات وسلبيات غنستافدوا منهم عرفنا شكون كيبغينا وعرفنا شكون معانا وغيكون الخير وحتى اللعابه اللي عرفنا شكون معانا وشكون ضدنا وغيكون الخير ان شاء الله ايتمنى راه هو الرئيس ان شاء الله غيكون باذن الله وكنتمنى يعيش الوداد ولا غيمشي بها بر الامان ان شاء الله هو خرج على بيا كنا كنتظروا الوعود اللي عطاه فهو قد الوعود ديالو وكبر لان انا هذا هو المطلب ديال الجماهير الوداديه ويكون عندنا رئيس مستوى كبير كايتمنى ايتمنى ماشي طاح باراشوت ايتمنى راه ودادي ابان عن جد راه شفنا حنا هاد السنوات الاخيره كلهم في اي احتفال عند الوداد تيكون ايتمنى هذا المطلب ديال الجماهير الوداديه الحمد لله تحقق الوعود ديالو فالوعود ديالو هو قدها كي قلت لك انا قدها وكبر منها هو فان شاء الله الى يصبروا عليه ما سي جاهز سيد نفس التجربه انا كنقارنها بالتجربه ديال الركراكي في الفتح الركراكي في الفتح كانت عنده فرقه بلا جمهور فرقه عاديه كانت يتمنى ان يشد الوداد بالجماهير ديالها باش يتعلق نفس الشيء وقع ايتمنى كان الفريق ديال المحمديه اللي مدينه صغيره عندها جماهير على قد الحال فاش دار جا الوداد اللي كان تيتمنى انه يجي الوداد هو جا الوداد غادي يحقق داك الشيء اللي كيتمنى يحققوا لنا الوداد بالجماهير ديالها الوداد تمشي بالجماهير ديالها برنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربح الرياضة